عاليه معديه، وائل جمعه بيرجع على طول في نص الملعب، المحمدي بيعلي، فتحي بيعدي، حلو الكلام ابو تريكه والله. قلشت وراحت على طول زيدان، لمسه ولعبه، ما يعديش ما يعديش، ناخد بالنا بقى ونمسك الكوره، نقطع الكوره نقطع الكوره نقطع الكوره نقطع الكوره نقطع الكوره في ايه؟ نقطع الكوره في الثواني الاخيره، في الثواني الاخيره مش عارفين نقف على الكوره ونوقف كورتنا، بنقول بنلعب في الوقت بدل الضايع، بنقول في الدقيقه الاخيره في الثواني الاخيره، انما مفيلا يعمل الكوره اللي دايما لحظات السهو تاتينا في اللحظات القاتله، كنا نتمناها في مرمى ايتومولينج، لكنها رضينا بالتعادل، لكن التعادل مرضيش بينا. شوف حضرتك من نص الملعب تابع السهو والخطا، هنا تركه على طول وائل جمعه عدى منه وحطها في اقصى الزاويه اليسرى، يعني خطا خطا من وجهه نظري، خطا السهو لكنه ساذج، يعني لا ياتي في توقيت كهذا، توقيت قاتل وفي فريق صاحب خبرات وفي الثواني الاخيره من الوقت المحتسب بدل من الضائع. هي كره القدم، هي كرة القدم وفرحة موسيماني، لكن يعني الكرة لم تبتسم لنا، ابتسمت لهذا الفريق في أول فوز رسمي له، وحكم اللقاء يطلق بعده صافرة النهاية معلنا فوز جنوب افريقيا وارتفاع رصيدها لسبع نقاط صدارة للمجموعة وضمان للتأهل إلى الدور الثاني في مقابل تجمد رصيد منتخبنا الوطني عند نقطة واحدة الرابع الترتيب في مجموعته السابعة. عموما كرة القدم فيها كل شيء، ويتبقى المباريات المقبلة على ملعبنا، مطلوب التسع نقاط سواء مباراة سيراليون خارج ملعبنا أو مباراة جنوب افريقيا والنيجر في ملعبنا. عموما لا نستطيع أن نلوم لاعبينا إلا على السهو، لكن بذلوا مجهود في حدود الإمكانات والمتاح، وهنا الفرحة الهستيرية. عموما نطير لاستاد النيل والتحليل مع الكابتن طاهر أبو زيد، كابتن فاروق جعفر، كابتن حسن الشاذلي، كابتن محسن صالح.